قالت رئيسة اللجنة الاستشارية للمرأة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي السفيرة نائلة جبر إن المرأة والأطفال الفلسطينيين يواجهون كل أنواع الموت والدمار في غزة. وأضافت السفيرة جبر في تصريحات القاهرة الإخبارية بأن العالم العربي والإسلامي يشكل قوة ضغط في الأمم المتحدة لوقف العدوان على قطاع غزة. بداية نتحدث عن سبب وجودك هنا لحضور هذا المؤتمر، وأيضا لو تحدثين عن المساعدات الإنسانية التي قدمتها رابطة العالم الإسلامي لأهلنا في غزة. أنا هنا باعتباري زي ما حضرتك قلتي أنا رئيسة هذه اللجنة الاستشارية، دي مجموعة من الخبيرات من المناطق الجغرافية المختلفة اللي بتشكل منظمة التعاون الإسلامي. مفروض أن إحنا بننظر في قضايا، بنقدم أفكارنا، فكل هذا غاية في الأهمية. في بهذه المناسبة تم دعوتي لحضور هذا المؤتمر، وأنا حريصت على أني أحضر في هذه المرحلة الهامة. واحد، لأن الموضوع بيتكلم عن حقوق المرأة، وحضرتك عارفة أنا سنوات طويلة عملت كخبيرة للأمم المتحدة أكثر من 24 سنة، وأيضا لأني بستخدم خبرتي في نحن نتكلم عن حقوق المرأة الفلسطينية والأطفال اللي بيواجهوا كل أنواع الدمار والموت وكل الانتهاكات لحقوق الإنسان، فده مهم جدا نحن نبقى متواجدين كخبراء. حضرتك تتوقعي أن حل الأزمة الفلسطينية في يد الغرب أم في يد العالم العربي والإسلامي؟ شوفي حضرتك، العالم العربي والإسلامي بيشكل قوة ضغط، لأن العالم العربي أكثر من 20 دولة أعضاء جامعة الدول العربية، العالم الإسلامي أكثر من 50 دولة، فكل ده يشكل قوة ضغط. وزي ما حضرتك شفتي التصويت في الجمعية العامة ده بيوري أن احنا عندنا قوة تصويتية، بلوك تصويتي مهم نستطيع أن نستخدمه. تاني حاجة طبعا أن في إمكانيات كبيرة بشرية واقتصادية ومالية وسياسية للقوتين، العالم الإسلامي والعالم العربي، وفي المرحلة القادمة في الأيام القادمة هتعقد قمم، أولها القمة العربية وفي قمة إسلامية على ما أعتقد، وهكذا. فكل هذا أتمنى أنه يبقى فيه جزء حركي عملي أكثر من النداءات والشعارات، لأن دي لن توقف القتل ولا الموت، ولازم يبقى في نوع من الضغط على العالم الآخر، العالم الغربي. وأعتقد أن العالم الغربي ابتدأ يشعر بالظلم الفادح وبأن هذا الموضوع يشكل انتهاكا لحقوق الإنسان وللقانون الدولي الإنساني، فكل الشعارات اللي هم بيتكلموا فيها وبيدونا دروس فيها أصبحت واهية ولا تمثل شيئا، يعني أسقطوا كل منظومة المبادئ والمعايير اللي كانوا بيتكلموا عنها. إذن بما أنك تحدثت عن أن حل الأزمة الفلسطينية من الممكن أن يكون بالتعاون مع العالم العربي والإسلامي، إذن فكيف يكون؟ يكون زي ما قلت لحضرتك، إحنا مجموعة قوية من الدول لها إمكانيات زي ما قلت لحضرتك بشرية ومالية واقتصادية وسياسية، فلما نحول الشعارات والنداءات اللي إحنا بنتكلم عنها إلى حقيقة، نمرة واحد طبعا المساعدات الإنسانية، ده يعني it goes without saying، يعني لازم ان احنا نكثف. يعني من كام يوم كان رامي الناظر بيتكلم على ان الستوكس اللي عنده كجمعيه هلال كانت انتهت، فيعني لازم نكثف من هذا ونكثف كمان من الضغوط، وانا واثقه ان احنا عندنا امكانيات غنيه جدا للضغط بما يحقق نتائج المرجوه. وحضرتك تعملي في العمل الدبلوماسي منذ سنوات، ما المطلوب غربيا لدعم القضية الفلسطينية وإنهاء هذا الاحتلال وأيضا وقف العدوان الغاشم على قطاع غزة؟ أولا إن إحنا نتكلم باللغة اللي يفهمها العالم الغربي، يعني لغتنا لازم تبقى مختصرة واضحة وتبقى موجهة إلى العالم الغربي، مش نتحدث مع بعضنا البعض. احنا عارفين حجم القضية، حجم المأساة، فالموضوع يجب ان لغتنا توجه الى العالم الغربي باللغة اللي يفهمها بالمعايير اللي يفهمها، فهذا هو الاسلوب الامثل. برضو الضغط هو اسلوب ممكن يفهموه كويس جدا. اشكرك، شكرا جزيلا. عفوا.